بسم الله الرحمن الرحيم. الأمن، أي إنسان ممكن يتحمل كل حاجة ما عدا في لحظة يشعر أنه غير آمن على حياته أو على بيته أو على أولاده. كل اللي بنشوفه في لبنان حاليا بيقول ده. عائلات بالكامل، نص مليون لحد النهاردة بيتكلموا على نص مليون مواطن لبناني نزحوا من الجنوب إلى الشمال. في كل منطقة تجد عدة آلاف قاعدين، نصبين خيام، قاعدين في الشارع، في الجناين، بيروحوا المدارس، سابوا بيوتهم. إنه في عدوان إسرائيلي مستمر على مدار الساعة، بقى لنا دلوقتي تلت أيام على مدار الساعة. ده ما حاجة بتشوف كده. ده أخطر أمر. إنه الأسرة بتاخد ولادها أو أحفادها وولادهم والعائلات تنزل يقفوا كده أو يقعدوا كده. ناس ما تعرفش إيه وضعه. هو لقى مكان، أي مكان بالنسبة له. فصل في مدرسة فيه أسرتين ثلاثة يقعدوا، المهم كل واحد يبقى له يعني متر في متر. أو في الشارع في الجناين ينصبوا الخيام ديت. ده لبنان. على فكرة هنا بنتكلم حتى على عائلات من قيادات حزب الله اللي سابوا الجنوب كمان، لأنه بدأوا يحذروا وبدأوا يضربوا وبدأوا يقصفوا، وهنا يعني جيش الاحتلال الصهيوني بيضرب أي حد. طفل زي كده، ارجع معلش يوسف لو سمحت، الطفل اللي نايم ده اللي قبل الفيديو اللي قبل، ايوه الطفل ده اللي نايم في الشارع، نايم في جنينه، ادي شارع اسرته قاعده هنا، ادي في نخله باين ولا ايه، قاعدين مش لاقيين مكان، مش لاقي مكان، ساب بيته. ما هو كان الراجل الولد ده كان امن مع عيلته، امن مع عيلته، كان عنده مستقبل بيبص عليه ويروح مدرسة ويكبر ويبقى ويروح جامعة النهاردة هو مش عارف يرجع بيته تاني ولا لا. هل بيته اتضرب ولا ما اتضربش؟ هل ليه مكان بعد كده يقويه ولا لا؟ هل هيتعلم ولا مش هيتعلم؟ هل هيفضل زي سكان غزة مش عارفين يتعلموا دلوقتي، داخلين على سنة مفيش تعليم مفيش أي شيء؟ ده الطفل لبنان. أهالي الأسر ديت اللي قاعدة حزينة إن بقى مصيرها النهاردة في الشارع لأنه غير آمن على نفسه. مفيش عنده أمن. موضوع الامن لازم نبقى شايفينه ازاي، لازم نبقى شايف استقرار الدول ليه تمن غالي قوي. استقرار وتحافظ على امن واستقرار دولة وشعبها، لو بتكلم على دولة تعدادها 6-7 مليون، ما بالك بتكلم على دولة تعدادها 106 مليون. ده بيعني ايه في الامن؟ بيعني ايه بالنسبة لي انا كمواطن؟ يعني زي ما بقول كده، عشان كده بنقول دايما ناخد بالنا قوي قوي في كل وقت، واحنا بنشوف الموضوع مش مشاهد بنبص عليها عابره، لا ده دي كلها دروس. نكمل يا يوسف، دي كلها دروس لينا، دروس وعبر بالنسبه لنا لازم نبقى واخدين بالنا وشايفين كويس قوي المشاهد اللي قدامنا دي. مشاهد اللي قدامنا دي مشاهد صعبه قوي، مش لقطات بتعرض على التلفزيون، لا اكبر منها تعرض على التلفزيون. ان انا اقول لحضرتك عليها، لا اقرا ما ورا هذه الصوره دي. هذا الراجل ده اللي ما صدق يلاقي اي حته ينام فيها. الولاد دول اللي مش لاقيين الا فص ما قاعدين مع بعض فيه مع بعض، وهم مش عارفين مصيرهم ايه، مصير عائلاتهم ايه، مصيرهم هم نفسهم ايه، مستقبلهم ايه. ماساه انسانيه رهيبه في لبنان. شعب لبنان النهارده اللي بقى دلوقتي بقول لحضراتكم نص مليون واحد نزحوا على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا، ولسه الالاف الاعداد بتزيد على مدار اليوم. واللي قاعد في بيروت واللي قاعد في النبطية واللي قاعد في الصور وانتوا داخل، واللي رايح سوريا، واللي رايح سوريا من سوريين ولبنانيين. مركز المصنع الحدودي اهو، وعملوا لهم اجراءات وتسهيلات عشان يقدروا يعدوا. امبارح عدى 10,000 واحد، امبارح عدى. شوف حضرتك، بص اقف هنا يوسف لو سمحت، بص المشهد ده. الامن هؤلاء مفيش حد فيهم في لحظة حس انه ممكن ما يبقاش موجود. قرروا يعملوا ايه؟ ياخدوا كل حاجتهم اللي يقدروا ياخدوه. هو ما خدش البيت كله، خد بس على الاقل احتياجاته ولبس بسيط وخفيف يقدروا يتحركوا بيه او يعيشوا او يقعدوا في اي مكان مش عارفين هيرجعوا تاني للجنوب ولا مش هيرجعوا. مشهد اللي قدامك ده مشهد كاشف. دي عائلات، عائلات كانت من اسبوع امنه سالمه غانمه، ما كانش عنده مشكله، ما كانش عنده مشكله. بقى النهارده في الشارع. احساس الامن، اتكلم على الامن كتير قوي. الخوف
والرعب على الدول وشعوبها عندما تفقد الدول الأمن والاستقرار.